السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. خلدت عدد من الجمعيات النسوية في موريتانيا ذكرى اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، خلدته بتنظيم احتجاجات دعت خلالها إلى وقف كافة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة الموريتانية. وقالت الجمعيات إن المرأة في موريتانيا تتعرض اليوم للعديد من أشكال العنف في مقدمتها الاغتصاب، داعية إلى كسر جدار الصمت إزاء ذلك. أنهى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اجتماعه بشأن الموقف من دعوة الأمين العام للرئاسة الموريتانية مولاي المحمد الأغلف لاستئناف جلسات الحوار التمهيدية دون الحسم في الموقف النهائي منها. هذا وتتحدث مصادر إخبارية عن طرح حزب تكتل القوى الديمقراطية شروطا بشأن الموقف من استئناف هذه الجلسات. دعت التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا الحكومة إلى التفاتة حقيقية لأوضاع الشغيلة في البلد. وقالت التنسيقية خلال مؤتمر صحفي عقدته بنواكشوط إن هناك تراكمات لملفات بعض العمال لدى أرباب العمل، وإن بعض عمال الوظيفة العمومية يعانون بعض المشاكل، كما طالبت بمنح الشغيلة اهتماما وجعلها في صدارة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية وشريان الحياة في أي بلد. يمكنكم مشاهدينا متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.